أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يباع في المطاعم وجبة مكونة يباع في المطاعم وجبة مكونة من ربع دجاجة مع الأرز، فهل تجزئ في كفارة اليمين بأن يوزع عشر وجبات على المحتاجين؟ إذا كانت تشبعهم الوجبة تشبع الواحد يجزي. نعم، إذا أخذ طعام يكفي عشرة يشبعهم يكفي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.